وجالها فرحة بك أمنا هو فيك يا ولد الأحرار البطل المجاهد أنت الحاكم والقايد خيرك دايم زايد يسطع كل أقمار بفضلكم سارا واستتب الأمر والأمن والسلم وما عاد من يخشى على قلبه كلم وعم بلاد الجزائر وأهلها سلام وإسلام وطوقها السلم وصار بأرجاء الجزائر يحتذي شبابا وصبيانا وشيبا لهم عزم يذكرهم أن الجزائر نعمة لها ثمن من دونه يلعق السم لقد اصطلح القوم اصطلاحا على الهدى لحلف فضول فيه يجتنب الظلم مصالحة شعبية وطنية ركائزها الإسلام واللغة الأم توحد أجناس على شرائعهم أمازيغ عرب جاليات كذا العجم طوارق في الصحراء وعابر جو وعابر حدود من دربه اليم رعى الله من قد لم شملا ومن سعى لصلح جماعات يفرقها الغشم رعى الله من قد لم شملا ومن سعى لصلح جماعات يفرقها الغشم. شكرا سيدي. سقيتنا سقاك الله سبحانه تبارك وتعالى سقيتنا ماء معينا وسقيت الوطن كله ماء معين وسقيتنا الفضيلة والنضال والعزة والكرامة ولم تترك لأي جزائري عذرا أن يكون أو يتذرع بشيء. إنكم من المناضلين المجاهدين الذين جعلوا هذا الشعب شعبا أبيا لا يخاف دركا ولا يخشى. بارك الله فيك يا سيد الرئيس. Gag Akhamouk, il a été accueilli par les autorités locales de la wilaya de Tamanrasset.